الأحبة الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية العربية من العاصمة أنجمينا. وصل عصر اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة الغينية كوناكري، وذلك من أجل المشاركة في عمل ملتقى المبادرات الإفريقية للطاقة المتجددة الذي سيفتتح عمله يوم غد السبت 4 مارس 2017. تقرير عبد الصادق أحمد. في تمام الساعة 2:40 بتوقيت كوناكري، 3:40 بتوقيت أنجمينا، حبطت الطائرة التي تقل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له بمطار بيسيا الدولي بالعاصمة الغينية كوناكري. وكان في استقباله بالمطار نظيره الغيني البروفيسور ألفا كوندي، ومن ثم توجه الرئيسان إلى المنصة حيث عزف النشيدين الوطنيين التشادي والغيني. بعد ذلك مر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بطابور الشرف، وواصل سيره مصافحا كبار الشخصيات الغينية المتمثلة في الوزراء وكبار الضباط. بعد ذلك صافح الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين لدى غينيا كوناكري. وقبيل توجهه إلى أفراد الجالية التشادية بغينيا، توقف الرئيسان حيث حيا الرئيس الغيني البروفيسور ألفا كوندي الوفد المرافق لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. بعدها توجه فخامته ليحيي أفراد الجالية التشادية المقيمة بغينيا كوناكري، والتي تتكون الغالبية العظمى منها من الطلاب الذين جاءوا بأعداد كبيرة بالمطار ليحيوا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، شكرا وعرفانا له على ما قدمه لتشاد والقارة الإفريقية بشكل عام. وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى غينيا كوناكري من أجل المشاركة في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية من أجل الطاقات المتجددة التابعة للاتحاد الإفريقي، وهي مبادرة تهدف إلى توفير الطاقات المتجددة إلى جميع سكان القارة الإفريقية، وذلك لأهميتها في حماية البيئة ودفع عجلة التنمية. وبعد استراحة قصيرة بصالون الشرف بمطار بيسيا الدولي، توجه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برفقة نظيره البروفيسور ألفا كوندي إلى مقر استضافته بقصر محمد الخامس بالعاصمة الغينية كوناكري.